السؤال اللي كل الناس بتفكر فيه ولسه قدامك شهر على الامتحان، ازاي اقدر اعمل جدول مذاكرة في الشهر ده واقدر الم فيه كل اللي فاتني واحقق نتيجة كويسة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أحمد العبد من دروس تعليمية أونلاين. طبعا لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وشير لك لأصحابك عشان يستفيدوا، واشترك في القناة عشان ده تشجيع لينا عشان نقدر نقدم لكم فيديوهات أكتر إن شاء الله. بيقولوا الإنسان بتجيله الفرصة واحدة، بس أنا بقول لك ممكن تيجي الفرصة مرتين. والدليل على الكلام ده إن دفعة ثانوية عامة 2020 زي ما بيسموها دفعة الكورونا جالهم الفرصة مرتين. الفرصة الأولانية لما تم إلغاء جزء من المنهج، والفرصة الثانية لما تم تأجيل أسبوعين، فأصبح الطالب بعد ما كان عنده أسبوعين بس أصبح عنده شهر كامل ممكن يراجع فيه المنهج كله وينظم وقته ويظبط الدنيا كلها. وسواء كان عندك الفرصة مرة واحدة أو فرصة مرتين، فأنا هحاول أساعدك إزاي تقدر تعمل جدول للمذاكرة. طبعا في ناس منتظره دلوقتي اقول لها ان في جدول اسفل الفيديو في الوصف، حمله جدول جاهز تبدا تشتغل عليه. ما تزعلش مني، مش هيحصل الكلام ده. وفي ناس تانية منتظره برضو ان تكمل معايا الفيديو، هجيب لها صور لجدول انا مجهزه مثلا عشان يمشوا عليه. طبعا لا، ولا ده هيحصل ولا ده هيحصل، ما تزعلوش مني. طبعا في ناس هتسال طب انت عامل الفيديو ده ليه؟ طبعا انا هقول لك عامل الفيديو ده ليه. انت مش عامل فيديو عشان تقول لنا الجدول ده هو هنبدا نمشي عليه وما نسيبش حاجه منه ابدا؟ طبعا لا، انت ما خدتش بالك من عنوان الفيديو. عنوان الفيديو كان بيقول ازاي تقدر تعمل جدول مذاكره، ولا قلت لك خد الجدول امشي عليه، ولا قلت لك صور الجدول ده. طب ليه الكلام ده؟ ولان في فروق فرديه واختلافات بينك وبين زميلك، ما ينفعش نقول جدول واحد للناس كلها. في ناس طبعا هتقول انت حيرتنا معاك، امال نعمل ايه؟ انا اقول لك الموضوع ببساطه. انا اقول لك دلوقتي ازاي تعمل جدول خاص بك انت، لان انت اللي عارف ظروفك مش زميلك، انت اللي عاوز تحقق هدفك مش زميلك. فبالتالي الجدول اللي انت هتعمله بعد ما تخلص الفيديو مش هياخد منك اكتر من ربع ساعه، بس تقعد وتركز وتشوف انا اقول لك ايه دلوقتي. اول حاجه لازم تعرفها ان في صفات ومعايير لكل جدول عشان يبقى جدول مذاكره يحقق الهدف اللي انت عايز توصل ليه. اول صفه في الجدول ده ان يكون مناسب لقدراتك. مش معقولة تبقى طالب متوسط أو ضعيف وتعمل جدول مذاكرة بحاول عايز تحصل فيه مثلا 17 ساعة في اليوم مذاكرة. طبعا الموضوع ده الموضوع غير منطقي. ومش معقولة تكون طالب متفوق وتعمل جدول مذاكرة عشان تحصل منه 3-4 ساعات، برضو الكلام ده غير منطقي. لازم يكون الجدول مناسب لقدراتك. انت عارف مستواك ايه؟ متوسط، يبقى انا عاوز مثلا اطلع من اليوم 5-6 ساعات صافي مذاكرة. طب انا متفوق، يبقى ما يقلش عن 8 او 10 ساعات صافي مذاكره، كل واحد حسب قدراته. تاني صفه في الجدول ان الجدول يكون متوازن. يعني ايه متوازن؟ يعني ما ذاكرش ماده على حساب ماده تانيه. يعني مثلا انا بحب الانجليزي، يبقى انا هاخد الانجليزي ده اذاكره 3 ساعات، وانا مثلا بكره الفيزياء والتاريخ، يبقى انا بص هو ربع ساعه ده لو قدرت اصلا اكمل ربع ساعه، لان انا اصلا بكرههم. اقول لك بصراحه يبقى حرام عليك. المفروض الماده اللي انت بتحبها تعمل لها وقت معين، والماده اللي بتكرهها برضو تعمل لها وقت معين برضو. طيب هعمل وقت المعين للماده اللي انا بحبها، كلام منطقي، من ساعه ونص لساعتين. طب الماده اللي بكرهها ازاي هعمل لها وقت معين وانا اصلا ما بطيقش اقعد على الماده ديت؟ هقول لك على حاجه مهمه قوي، هقول لك على طريقه من نقطتين. لو قدرت طبق النقطتين دول هتحول كرهك للماده، مش هقول لك الحب للماده، لا، هتقدر تتقبلها شويه وتبدا تذاكرها كويس. اول نقطه، لازم تكون حاطط قدامك الهدف بتاعك على طول، الهدف اللي انت عاوز توصله. طول ما الهدف قدامك هتحس ان انت بيديلك حماس ودافعيه، وتضغط على نفسك شويه وتحاول تركز عشان تفهم الماده دي بتقول ايه. النقطة الثانية، نظم طريقة مذاكرتك والوقت بتاع المذاكرة بتاعتك. يعني مثلا حط مثلا ليك في اليوم مستهدف من المادة دي، وليكن الفصل الأول أو الباب الأول من الفيزياء أو التاريخ مثلا، وشوف هتقدر تحقق المستهدف ده ولا لا. بس وأكيد لك هتوصل في الآخر، بدل أنت مصر أن أنت تحقق المستهدف ده وافتكر الكلام ده بعد كده. الصفة الثالثة في الجدول بتاعك، لازم يكون جدولك منظم. يعني ايه جدول منظم؟ الجدول المنظم ده يا جماعة أول حاجة فيه بتبدأ بدري في اليوم بتاعك، ما ينفعش أبدأ من بعد الظهر أو العصر، أصل أنا بنام طول اليوم. لا، جدولك منظم يبقى يبدأ بدري، لأن الذهن يبقى صافي في الوقت ده، وابدأ بالمادة اللي عاوزة تركيز، المادة اللي عاوزة تركيز وأنت لسه مصحصح قبل ما تفقد تركيزك، وبعد كده خد مادة سهلة، بس افصل بين المادة والمادة مثلا ب10 دقايق أو ربع ساعة. وحاجة تانية، في المادة الواحدة نفسها افصل بين كل نص ساعة ونص ساعة، بحاول
5 دقايق، غير فيهم الجو بتاع المذاكره، غير فيهم مكان المذاكره، اعمل نشاط رياضي، اسمع اي حاجه، ساعد ماما، ساعد بابا، اعمل اي حاجه تغير فيها المود بتاع المذاكره، هترجع تجدد نشاطك تاني. رقم 4، ان الجدول يكون مكتوب. الجدول يكون مكتوب بيتعلق مثلا في المكتب اللي بتذاكر فيه او على الحيطه قدام انت بتذاكر، وحاجه جميله قوي لو تكتب عليه الهدف بتاعك او تكتب جنبه الهدف وتعمل سهم من الهدف للجدول بتاعك، عشان كل ما تبص للجدول والهدف تعرف ان الجدول ده هو الوسيله اللي هتخليك تحقق هدفك بتاع العمر كله. وخلي بالك انت هتقطع جدول 3 أو 4 مرات، لما تبدا ترسى على جدول معين هتبدا تنطلق وتحس بالحماسه والاراده وعزيمتك تقوى عن الاول. وخلي بالكوا برضو في ناس ممكن تمشي على الجدول من اول مره، مش شرط تقطع الجدول يعني، لان عندهم عزيمه واراده وده المفروض تعملوه الايام دي. في ناس ممكن تقول لي طب انا سهله جدا، ممكن اجيب جدول من على مواقع الثانويه العامه اللي ماليه الفيس وابدا اطبقه على نفسي. هقول لك الكلام ده هيبقى غلط، بس في حاله واحده ممكن يكون صح. ايه الحاله ديت؟ لو خدت الجدول وخدت الافكار اللي فيه وبدات تطبقها عليك انت، على نفسك انت، لان انت عارف ظروف نفسك وقدراتك. ما تاخدش الجدول من غير ما تعدل فيه، لان ده هيبقى غلط من البدايه للنهايه. بس نصيحه مني، لازم تعدل فيه حسب قدراتك وامكاناتك المتوفره واللي انت عارفها محدش يعرفها غيرك. وبكده وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبك الفيديو طبعا ما تنساش تعمل لايك وشير لكل اصحابك عشان يستفيدوا، وطبعا تشترك في القناه وتفعل الجرس، لان الفتره الجايه احنا بننزل فيديوهات للثانويه العامه تحفيز وتشجيع لكم وتنظيم لوقتكم عشان نقدر نلم الفتره اللي فاتت كلها. ويا رب التوفيق للجامع كله. وبرضه النصيحه اللي بعملها في كل اخر فيديو، استعن بالله وتوكل عليه، والله مش هيضيع مجهودك ابدا. كان معكم احمد العبد من دروس تعليميه اونلاين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.